انا اسمي مدام حنان، عملت العمليه مع الدكتور احمد، عمليه تحويل المسار من 10 ايام، والنهارده ما شاء الله يعني العمليه زي الفل، وفي الوزن كمان نزلت. دكتور احمد ده دكتور ممتاز جدا بصراحه، فيا ريت كل اللي عايز يعمل عمليه يجي عند الدكتور احمد سفينه. انا مها عملت عمليه عند الدكتور احمد من اسبوعين، ومعامله كانت حلوه قوي، وهو الله وبعدي كان شاطر، واهلي كلهم عاملين عنده. وبصراحه يعني في الاسبوعين دول شفت النتيجه مبهره، وما كنتش متخيله ان انا خستها كده اهو، بس يعني كتر خيره وربنا يبارك فيه. شكرا.